في ظل تحديات الجسامة التي تواجهها المنطقة والتي فاقم منها الوضع الدولي المتأزم أراهن، تعقد غدا القمة العربية 32 بالمملكة العربية السعودية. وزراء الخارجية العرب اجتمعوا في جدة للنظر في جدول الأعمال ومشاريع القرارات المطروحة على القمة، والتي من بينها قضايا فلسطين والسودان وليبيا، حيث كان التوافق هو السمة الرئيسية لكافة القرارات التي تم رفعها للقمة العربية. وتناول الاجتماع موضوعات عدة، معظمها موضوعات سياسية تتعلق بقضية العرب المركزية وهي قضية فلسطين، أو بمختلف تطورات الأوضاع في مناطق الأزمات بالدول العربية والتدخلات الأجنبية الخارجية في شؤون الدول العربية. القمة تأتي وسط تطورات إيجابية تشهدها المنطقة العربية، وذلك في ظل المستجدات المتعلقة بإحدى أهم الأزمات العربية التي استعصت على الحل لأكثر من عقد من الزمن، وهي الأزمة السورية، حيث تستأنف وفود الحكومة السورية مشاركتها في اجتماعات الجامعة العربية. وتأمل الشعوب العربية إلى تضافر جهود الدول بلا استثناء لتحقيق أهداف القمة العربية في جدة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك والنهوض بالتنمية في الدول العربية والاطلاع بدور قيادي في التعامل مع أزمات المنطقة، آملا في تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء للشعوب العربية. إذن مشاهدينا، للتعليق على أهم الملفات السياسية التي ستناقشها القمة العربية في مدينة جدة السعودية، نرحب اليوم بالكاتب الصحفي والمحلل السياسي الدكتور رفعت سيد أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. في رأي حضرتك، ما هي أهم الملفات التي يعني ستناقشها القمة العربية؟ أعتقد أن أهم الملفات هي عودة سوريا، إلى الحد الذي دفع بعض الكتاب إلى القول أنها قمة سورية وليست في حسب القمة العربية، طبعا مع الملفات الأخرى اللي أشرت إليها في تقريرك. لكن عودة سوريا بعد 12 عام من الغياب ومن التآمر على الدولة السورية من قبل أكثر من 112 جماعة إرهابية ودول وإقليم وفي العالم، تعود سوريا مرة أخرى إلى الحضن العربي. فأهم قرار، تعتبر ما حدث في سوريا مؤامرة؟ مؤامرة دولية كبيرة على سوريا لإجهاض مشروع الدولة الوطنية السورية واستنزافها في مجالات متعددة، ومنها مجال مقاومة الإرهاب وتصدير جماعات إرهابية إليها. أكثر من 250 ألف عنصر من جماعات إرهابية من الشيشان إلى بلاد لا علاقة لها بالوطن السوري. استنزاف الدولة السورية كان مؤامرة إقليمية ودولية. الآن يعود الصدع للحق، أو يعود الحق مرة أخرى، أن هذه الدولة التي استهدفت خلال الفترة الماضية 12 سنة تحت عناوين زائفة من الثورة والتغيير والإصلاح وغيرها، عادت مرة أخرى. تلك الجماعات كانت جماعات موظفة من قبل قوى وأنظمة دولية بما فيها إسرائيل، بعضهم كان يعالج في مستشفيات إسرائيل، تلك الجماعات على وجه الخصوص داعش وسيطرتها على الشمال السوري. فنحن أمام اعتراف عربي متأخر بأهمية عودة سوريا إلى الحضن العربي، لأن المنطقة العربية بدون سوريا التي هي أحد مؤسسي جامعة الدول العربية يحدث بها خلل كبير. أدركت مصر هذا الأمر، وهي ربما الدولة الوحيدة التي لم تتورط في المشهد السوري والأزمة السورية من بدايتها 2011، وكانت تعاني مثل ما كانت تعاني سوريا في سيناء من نفس نوعية الجماعات، بل كانت تلك الجماعات تبايع الجماعات التي في سوريا. لكن اسمح لي تعلم حضرتك أن الشعب السوري يعني في بداية هذه الأحداث كان هو صانعها وكان هو محركها. هذا غير صحيح، كان في أشواق للإصلاح عند الشعب السوري، زي ما كان يعني غير صحيح ما شاهدناه من مظاهرات للمواطنين السوريين واحتجاجات. كان في تصدير للصورة، وتصدير الصورة في صناعة وعلم، زي الجزيرة بتلعب دور كبير في هذا الأمر وغيرها من دول الخليج. فكان في تصدير للصورة
وتغيير للصورة، بالتأكيد في أشواق للإصلاح، بالتأكيد في رغبة في الديمقراطية. لكن الثورات الحقيقية لا تحدث فقط بالرغبة في التغيير في الإصلاح السياسي. سمت إصلاح اقتصادي، سمت دور وطني في الإقليم، دور قومي في الإقليم، مقاومة العدو الصهيوني، إلى آخره. سوريا كانت كذلك. اسمح لي حضرتك، يعني أفردت مجموعة من المحاور المهمة التي يجب أن نقف أمامها باهتمام. كيف ستتعامل القمة مع هذه المحاور التي تفضلت حضرتك بطرحها؟ اسمح لي سنناقشها باستفاضة، لكن بعد متابعة لموجز لأهم الأمور. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى، ما زلنا نواصل حوارنا مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي دكتور رفعت سيد أحمد عن أهم الملفات الخاصة بالقمة العربية في مدريد. ومنذ قليل أشار إلى أن أهم الملفات هو موضوع عودة سوريا. دكتور رفعت، ما هو المطلوب من قادة الدول العربية وكيف سيساندوا سوريا في المرحلة الراهنة؟ أنا زي ما قلت في البداية أن مجرد دعوة سوريا في 7 مايو في مجلس الجماعة من القاهرة التي انطلق منها أيضا قرار في 2011 بتعليق عدوية سوريا كان له دلالة، وهو في حد ذاته أكبر مساندة معنوية وسياسية للدولة السورية، مش لنظام للدولة السورية، وهو اعتراف بأن أهمية الدولة هنا تفوق بكثير الاستماع إلى كثير من الإشاعات عن الثورات والإصلاحات وغيرها من الأمور التي كان يقودها الإخوان والجماعات المتطرفة داعش وغيرها التي تحتل يعني جزء من المشهد. اسمح لي بس. فإذا عودة سوريا، سؤال صغير، هو عودة سوريا يعني هنا في هذه الجزئية عودة الدولة السورية هي اعتراف بصحة وجهة نظر الرئيس الأسد طبعا، أم بخطأ الجانب الآخر أم ماذا؟ لا مش شخص الأسد، أن الدولة السورية كانت في معركة صحيحة 100%، وأنها كانت تقاوم دواعش هذا الزمان. بعض دول الخليج التي كانت يعني تقف حجر عصرة في عودة سوريا صرفت أكثر من 100 مليار دولار لخلق تلك الجماعات المتطرفة واستقدامها في حلب في شمال سوريا وفي إدلب في شمال سوريا، لكي تدمر الدولة السورية، تفكك الدولة السورية، ثم تصنع على هوى تلك الأنظمة والدول. لكن عادت الدولة السورية وانتصرت على هذا المشروع، مشروع التفكيك، مشروع انهاك الجيش الوطني اللي هو حاول يصدروه لأغلب الدول العربية بما فيها مصر. فعودة الدولة السورية إلى الجامعة هو عودة إلى 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 الحقائق، إلى الحق، إلى 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 يعني قراءة الأمور بشكل واضح. هذه العودة أظن أنها ستأخذ ترجمات في المساندة على مستوى اقتصادي، على مستوى تعاون كبير في ملفات المنطقة، إطفاء الحرائق في ملفات المنطقة، ويبدأ إطفاء تلك الحرائق بهذه العودة. لدينا حرائق أخرى في المنطقة ستكون للدول العربية ولسوريا على وجه الخصوص، أنا أقصد سوريا ومصر هما رمانة الميزان في ذلك المشهد العربي، والقمة العربية ضمن تؤكد ذلك. لدينا ملفات في أخرى في المنطقة تحتاج إلى هذا الدور، ملف الليبي، الملف السوداني، ملفات الإرهاب المتبقية في المنطقة والتي بدأت تخرج مرة أخرى تستعيد دورة جديدة من الإرهاب السيبراني والإرهاب المسلح في المنطقة، كما يظهر في عودة داعش في بعض المناطق في العراق أو غيرها. كل هذه الملفات على يعني بساط البحث في القمة العربية غدا. لكني دائما أقول إن الحدث الأبرز والمهم هو عودة سوريا بعد 12 عام من سوريا. هنا تعود كدولة كبيرة مهمة لها تأثير في الإقليم، وسيحدث تغيير في المشهد العربي بالتأكيد بعد هذه القمة. وهي هنا القمة تحية من أنها تعجل بهذا الأمر، والقرارات التي صدرت قبلها والتي ستأتي بعدها ستؤكد هذا المسار اللي هو مسار الالتحام العروبي مرة أخرى في مواجهة تحديات حقيقية. مش افتعال قضايا وثورات. المتداول حاليا كما تعلم حضرتك أن الدول العربية تحاول أن يعني تجتهد في تقديم حلول إلى سوريا لإخراجها من أزمتها.
ما هي طبيعة الحلول في رأيك التي يمكن أن يعني تناقشها القمة وتطرحها لمساندة سوريا سياسيا أولا وثانيا في الجانب الاقتصادي؟ شوف، كل الدول العربية فيها أزمات شبيهة بأزمات سوريا. لو قلنا أن هناك انسداد في الأفق السياسي وفي العملية الديمقراطية وفي عملية التغيير وإلى والإصلاح وغيرها، فكلنا في هذا المشهد سواء، بل ربما تكون سوريا أكثر تقدما لأنها لحلحت الأمر في كثير من الملفات ولعبت بعض الأدوار في من خلال الدور الروسي، دور التعاونات إلى آخره، لخلق حالة تصالح مع بعض قوى المعارضة المدنية وليس قوى المعارضة المسلحة. فما تستطيعه الدول العربية لا بأس أن نقول أنها ستحاول أن تخلق مصالحة وطنية سورية مع بعض الجماعات التي لا ترفع السلاح، لأن من يرفع السلاح في وجه الدولة سواء هنا في مصر أو في أي دولة عربية وفي سوريا، فأظن أنه لابد أن يرفع في وجهه أيضا السلاح. الإصلاح مع تلك الجماعات التي تستهدف المعارضة السياسية السلمية، في هذا الإطار للدول العربية مبادرات ينبغي أن تؤخذ وأن تفعل. المستوى الاقتصادي مطلوب إعادة بناء ما دمره الإرهاب في سوريا، وكان كثيرا وكان مؤلما للشعب العربي السوري، فهذا أمر وأيضا في منتهى الأهمية. إعادة تأهيل الدولة السورية بعد هذه الجراحة الطويلة في مقاومة أعنف إرهاب شهدته منطقة في العالم خلال هذه الفترة. كنا نحارب كعرب في هذه المنطقة أكثر من 100 تنظيم دولي على الأرض السورية. لكن حضرتك طبعا تعلم بالنسبة لسوريا، وطبعا سنتطرق للملفات الأخرى، يعني هناك تشدد أمريكي تحديدا تجاه سوريا، بل وهناك نوع من الحظر على التعامل مع النظام السوري. كيف ستتلاشى القادة الاجتماعات القادة العرب مثل هذه الجزئية تحديدا؟ في سؤالك تكمن الإجابة. ينبغي أن توضع المصلحة العربية أولا، ثم تأتي بعد ذلك التحفظات الأمريكية ثانيا وثالثا وأخيرا. لأن الاستماع إلى الأمريكي أيا كانت قسوته أو قدرته على الفرض هزمت في المنطقة العربية، وهذه الهزيمة لابد أن يعترف بها أولا القادة العرب في أنفسهم لكي يغيروا بعد ذلك. يعني في ستكون هناك إمكانية مادية للعودة إلى سوريا بعيدا عن هذا التحفظ الأمريكي؟ وارد، لأني إن لم يكن ذلك فلابد أن ينتزع، لأن عدم انتزاع هذا الهامش العربي والقدرة العربية على التغيير سيظل العالم العربي تابع. هذه التبعية ستحول دون أن تحدث تنمية في أي بقعة، ليس فحسب في سوريا ولا قانون قيصر الذي فرضته أمريكا، لكن في كل المنطقة العربية. عندما قامت الصين في 11 مارس 2022 لسه يعني من كم شهر بخلق تصالح مع إيران والسعودية، غضبت أمريكا، بس لكن المصلحة السعودية والمصلحة الإيرانية في التطبيع السياسي مرة أخرى وبمساندة دولية تبغي مصلحة تلك الدول ولا تبغي خلق الشقاق. الأمريكي يبغي خلق الخلافات وبيع الأسلحة في المنطقة. الأمريكي يرعى فقط إسرائيل في المنطقة، لكن لا يرعى هذه الدول العربية. فعليها أن تفهم ذلك. إن لم يفهم القادة العرب ذلك فهم الذين يجنون على أنفسهم. على ذكر إسرائيل، كما تفضلت حضرتك، اليوم كانت هناك ما تسمى بمسيرة الأعلام، قام بها عدد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية ومستوطنين وهكذا في مدينة القدس، واستفزوا مشاعر المواطنين الفلسطينيين برفعهم لعلم إسرائيل في هذه الأماكن الفلسطينية والعربية. ما الجديد الذي يمكن أن تقدمه القمة العربية حاليا، خاصة أنها تأتي يعني ربما، هل هي مصادفة أن تكون دائما القمة العربية تصحبها استفزازات وعمليات واعتداءات إسرائيلية؟ كيف ستتفاعل القمة وتتعامل مع الأمر؟ أهم تعامل مع الأمر هو مساندة الشعب المقدسي أهل القدس للثبات في أرضهم، وتأكيد العروبة القدسية للقدس باستمرار من خلال الدعم المادي والدعم حتى بالسلاح لقوى المقاومة في فلسطين للثبات في أرضه. تلك يعني عوامل الرهان الأساسية إذا كنا نبغي مواجهة كل هذه قوى التطرف التي تشن ليس حرب أعلام
أو مسيرة أعلام بدأت سنة 67 بهدف توحيد القدس الشرقية وغربية، لكن تشن حرب دينية على المنطقة. هدفهم في القدس ليس المسجد الأقصى، المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، منع المسيحيين المقدسيين والمسلمين المقدسيين من الذهاب اليوم وبالأسبوع الماضي وغدا من هذه الأماكن المقدسة. يقول لك أن المستهدف هو عروبي وليس فحسب إسلامي، شق إسلامي، المستهدف هو حرب دينية مع الوجه العربي للقدس. هل هناك تشابه بين هذه القمة وقمة 67؟ يعني شوف، القمم العربية فيها تشابهات مشتركات كثيرة، لكن ما بعد 67 فعلا كانت الأمور يعني الواقع العربي يغلي بنفس هذا التأزم، لكن المشهد الآن فيه ملفات كثيرة بها دخلت على خريطة المنطقة، ليس فحسب الجانب البعد الإسرائيلي في الملفات، وهو بعد في غاية الأهمية. بالأمس كانت إسرائيل تبيد أهل غزة وتقتل المدنيين، فعلى الدول العربية في القمة على الأقل المساندة الاقتصادية لأهل فلسطين، المساندة السياسية، إيقاف هذا التطبيع المجاني الذي تمارسه بعض الدول العربية بدون مقابل، يعني هذا التطبيع الإبراهيمي المجاني الذي تمارسه إيقافه، لأن في إيقاف كهكذا تطبيع هو مساندة حقيقية للشعب الفلسطيني. المساندة لا تكون بالبيانات وإصدار البيانات، تكون باتخاذ أفعال، هذه أفعال في مقدرة الدول العربية أن تفعلها. اسمح لي، هذا التطبيع قائم على مصالح بعض التطبيع العربي أو أغلبه قائم على خضوع وخوف وليس على مصالح. المصالح تكون بين أطراف ندية حقيقية تخلق مشاريع مشتركة حقيقية تحقق عائد حقيقي للشعب العربي. دلني على مصالح في التطبيع العربي المجاني الذي تم خلال 40 سنة الماضية مع الكيان الصهيوني، استطاع أن يقدم لهم منحا مجانية في الاقتصاد أو في السياسة أو غيرها، كله كان خصما من القوة العربية وليس إضافة للقوة العربية. وبالتالي نحن أمام ورقة التطبيع، على الأقل إيقاف هذه الورقة هو في أيدي القمة العربية، توصية بإيقاف هذه الورقة حتى إن لم يفعل بها الجامعة، والجامعة يعني مجرد مرآة للمشهد العربي تفككا أو وحدة. وبالتالي على الأقل نستخدم ورقة التطبيع، ورقة الدعم الاقتصادي، تثبيت أهل القدس في قدسهم العربية، كل هذه عوامل كثيرة نستطيع بها يعني أن نواجه هذا. ليس شجب وإدانة فقط بالضبط، لأني الانطباع المواطن العربي عن القمم العربية أنها قمم شجب وإدانة. هذه قمة استثنائية بالفعل، بعودة سوريا هي قمة استثنائية، نبض قلب العروبة النابض كما كان يسميه جمال عبد الناصر، عودة سوريا، ثم أحداث فلسطين بكل تتاليتها، خياب مشروع يعني إخفاق مشروع التسويات والسلام في المنطقة ومعه التطبيع، كل هذه عوامل الآن جديدة أمام القمة، عليها أن تتخذ على الأقل توصيات قرارات وتترك حركة التاريخ والمجتمع لكي تحقق التنفيذ لها. يعني القمة هل ستكون فرصة لطرح ومناقشة جهود المملكة العربية السعودية في إنهاء الأزمة السودانية وتحقيق نوع من التقارب بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع وإنهاء حالة الاقتتال؟ صحيح، أتمنى ذلك، لأن فعلا الأزمة السودانية هي أزمة أمن قومي عربي في المجمل وأمن قومي مصري في الخاص، فالاهتمام بهذا الجانب في منتهى الأهمية. وكما قرأت قبل قليل أن حتى أي طرف سوداني لن يحضر هذه القمة، يعني البرهان المفترض أنه يمثل الدولة السودانية لن يحضر القمة بالفعل بسبب الأحداث، قيل أنه سيرسل لكن بشخصه لن يحضر. إذن هذا معنى ذلك أننا أمام مشكلة ملتهبة في منطقة أمن قومي عربي في منتهى الأهمية، وهي منطقة مياه النيل، مجرى النيل، هذا شريان الحياة لمصر، هذا أمن قومي مصري، كما كان يقول هيكل أن الأقباط والنيل أمن قومي مصري. فعندنا النيل أمن قومي مصري، وهو أبت ضرورة أمن قومي عربي، لأن هذه المنطقة إذا استمر فيها الصراع في دارفور والخرطوم ستكون ملجأ لدواعش زماننا هذا، لدواعش
المنطقة العربية بعد أن طردوا أو حوصروا في سوريا وقتلوا وتقريبا انتهوا في سيناء وفي بعض الدول العربية، علينا أن ننتبه أنهم يذهبون إلى تلك المناطق الملتهبة لاتخاذ مواقف ضد الدول المركزية في المنطقة، فعلينا أن ننتبه إلى هذا الأمر. وبالتالي دور تحرك ملايين النازحين بالتأكيد وتأثيرهم كبير على 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 الاقتصاد البلاد المجاورة. فالقمة العربية أمامها تحدي الملف السوداني، تحدي الملف الليبي أيضا، هذا الانقسام الرأسي في الدولة الليبية إلى آخر. ضمن التحديات الخاصة بموضوع السودان وهي التقديرات الدولية أن حوالي 20 مليون مواطن سوداني قد يواجهوا شبح الجوع. نعم. كيف يعني ستتبلور هذه الجزئية على أجندة القادة العرب في القمة لمساندة السودان لمواجهة مثل هذه الكارثة طبعا؟ يعني أتمنى، يعني لا أدري الاستراتيجية التي سينتهجونها في تلك القمة عن هذه الأزمة، لكن أتمنى فيها أن تكون هناك أفعال وليست مجرد، يعني نتوقع مزيد من المساعدات، مزيد من المساعدات الاقتصادية، مزيد من الحل السياسي للأزمة السودانية، إيقاف التدخل الأجنبي في الملف السوداني والخاص الأمريكي، لأن هذا الملف ليس ملف إطفاء حرائق، هو ملف إشعال لأسباب عديدة جدا في كل ملفات المنطقة، هم لا يستهدفون إطفاء هذه الحرائق. على الدول العربية أن تقدم إنقاذا اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا إلى آخره في هذا اللقاء. هل تتوقع حضرتك في اجتماعات هذه القمة وجود نوع من الضغوط أو يعني المقترحات السعودية على عدد من المتحالفين مع طرفي النزاع في السودان من أجل الضغط عليهما للتعجيل بوقف إطلاق النار؟ وارد طبعا، وارد. في بعض الدول الخليجية بتساند أطراف ودول أخرى بتساند أطراف أخرى، لكن الأمر الآن أكبر من هذا الانقسام الطرفي، يعني هو أمن قومي عربي حقيقي. هذا ملف في منتهى الخطورة، لأنه أحد الأطراف الدولية للمنطقة العربية، حزام حزيمة المنطقة العربية، مشتعل. هذا الحزام سيؤثر على مجمل المنطقة، مش على مياه النيل ومصر فحسب، لكن على البحر الأحمر، على الدول العربية الأخرى التي على تماس حدودي مع السودان، على منطقة إفريقيا ككل. نحن أمام برميل بارود مشتعل. هنا التدخل الدول ويعني تمسك البعض ببعض المطالب دون الهدف القومي مطلوب أن يتوقف، وأن تقوم القمة بذلك لإيقاف مثل هذه التدخلات. منطقة التماس الحدودي التي تفضلت حضرتك بالإشارة إليها يعني واضحة للجميع، بين مصر والسودان، الحدود أيضا بين ليبيا ومصر، وكذلك هناك حدود أخرى مهمة وهي السعودية واليمن. صحيح. كذلك هناك انفراجة حدثت على مدار الشهور الأخيرة في الرؤية العربية لدول الجوار الإقليمية في مقدمتها تركيا وإيران. كيف ستتفاعل قضية الانفتاح العربي على هذين البلدين من خلال هذه القمة في رأيك؟ أعتقد أنها ستتفاعل رؤية جديدة. نعم، أظن ذلك، لأن الدول المركزية في المنطقة وأخص بها السعودية يعني وكان أحد يعني المفاتيح المهمة في علاقاتها الإقليمية المفتاح الذي على إيران، تهدئة هذا الجانب والتطبيع السياسي الذي وصل إلى حد التبادل الدبلوماسي وإغلاق الملفات القديمة سينعكس على اليمن بشكل أساسي، ثم ينعكس على ملفات المنطقة الأخرى. أظن الأيام القادمة ستحمل مصالحات عربية يمنية سعودية إلى آخره. وهناك تطور حدث بالفعل في ملف طبعًا اليمن. طبعا هذا الأمر أظنه سيأتي، وكذلك ملف لبنان. لبنان حتى الآن لم تختار رئيسا. أظن أن التقارب السعودي الإيراني سيلقي بظلاله الإيجابية على الملف اللبناني، وسنشهد أيضا لبنان يعني برئيس وبشكل جديد خلال المرحلة القادمة. المنزعج من هذا الأمر كلية هو إسرائيل وأمريكا،
فعلينا أن نسد هذه الثغرة وألا نستمع إليها. علينا في هذه القمة كما بدأت عربية أن تنتهي بمطالب عربية حقيقية وبتدخل عربي يتجاوز الأقوال إلى الأفعال. قراءة حضرتك لرؤية العالم العربي ودول الخليج تحديدا لمسألة التقارب مع تركيا. نعم. يعني من الواضح أن هناك بلورة جديدة للعلاقات العربية التركية، وشاهدنا زيارات متبادلة بين الجانبين، وهناك نوع من تحسين العلاقات في الأفق. ما هي الأهداف العربية في رأيك من هذا التوجه؟ شوف، تركيا دخل خلال نهاية هذا الشهر إلى شكل رئاسي جديد، قد يذهب أردوغان وقد يأتي أوغلو اللي هو المنافس له في الانتخابات القادمة، وبالتالي ترتيب علاقة استراتيجية عربية مع تركيا أظنها ستنتظر تلك الانتخابات اللي هي جولة الإعادة التي تجري الآن على الرئاسة التركية. قد يأتي أردوغان فتستمر تلك المصالحات بشكل أو بآخر، ويستمر التطبيع العربي التركي بدرجة أو بأخرى، أو يتوقف لأني مرحليا. في تقديري أن تركيا وإيران والسعودية ومصر دول مركزية أساسية في المنطقة، ومن ثم التعامل يعني بتصالح معها وبفتح حقيقي للملفات التي أزعجتنا فيها تركيا، مثلا الملف السوري. تركيا كانت بوابة لدخول تلك الجماعات من خلال مدينة أضنة وتدريب تلك الجماعات الإرهابية التي دخلت إلى الشمال السوري، فعلينا أن نفتح هذا الملف وأن يكون هناك تطبيع تركي سوري، وأظنه آتٍ. رغم أن تركيا دائما تردد أنها تشن هجماتها العسكرية على المناطق الحدودية لمواجهة الإرهابيين. لا، إرهابيين تقصد الأكراد هي، لكن الإرهابيين ذوي السحنة الداعشية هم حلفاء لتركيا للأسف. تركيا لعبت دورا تخريبيا كبيرا في سوريا وفي الشمال السوري، وساندت تلك الجماعات وبدعم من بعض الدول الخليج. فتح هذه الملفات ثم إغلاقها على بينة مطلوب في المرحلة القادمة. وفي الفترة الأخيرة كانت هناك اجتماعات تركية سورية روسية أيضا لتحقيق نوع من تحسين العلاقات. كل ذلك بدأ بعد أن شعرت وأدركت تركيا وتلك المنظومة التي ساندت الإرهابيين أنهم فشلوا في هدفهم، لكن بعد معاناة كبيرة للوطن السوري، للمجتمع السوري، للدولة السورية. ينبغي استثمار طبعا ما جرى من مؤتمرات بين روسيا وتركيا وسوريا والتجارب السابقة التي تمت، ينبغي طبعا البناء عليها، لكن في تقرير القمة العربية سترسل رسالة أيضا إلى تركيا بأهمية التطبيع معها، أهمية فتح الملفات معها بشكل واضح، أهمية أن تقوم بإغلاق تلك المنافذ التي على إرهابيي المنطقة. لدى تركيا علاقات بالإخوان المسلمين في بعض المناطق العربية، وهذا مصدر إزعاج لكثير من الأنظمة العربية. عليهم أن يفتحوا تلك الملفات بوضوح وأن يغلقوها على نور زي ما بنقول، يعني حتى لا تكون مجرد بيانات يعني للترضية ليس أكثر. نعم. وبالنسبة لملف ليبيا، ما هو موقعه على أجندة القمة؟ ملف حاضر وخطير، لأن ليبيا كما تعلم تتعرض أيضا منذ 2011 إلى مؤامرة كبيرة تدخل فيها يعني دول كثيرة بما فيها تركيا. لتركيا وجود عسكري في طرابلس، طرابلس التي يحكمها الآن شبه إخوان مسلمين في طرابلس، في انقسام في الدولة الليبية، في تشرذم في الدولة الليبية. بني غازي والشرق الليبي تقريبا شبه منفصل عن الغرب الليبي. الشرق الليبي تخلص بفعل الجيش الوطني الليبي والمساندة العربية وفي مقدمتها المساندة المصرية من هكذا إرهابيين في على امتداد 1200 كيلومتر حدودك مع ليبيا. هذه الحدود تقريبا هدأت بعد أن كانت مشتعلة في 2011 عندما قامت ما سميت بالثورة الليبية. الآن ليبيا شبه منقسمة، نحتاج إلى المصالحة الوطنية الليبية على أيضا على أسس نزع سلاح تلك الميليشيات، إبعاد تلك الميليشيات من المشهد السياسي الحاكم في طرابلس، لأن بقائها
في تلك المنطقة تمثل خطرا كبيرا على الأمن القومي المصري التونسي الجزائري ومن ثم الليبي العربي يعني ككل. توقعات حضرتك للبيان الختامي لهذه القمة 32؟ هو يسمى إعلان جدة، وهذا الإعلان في تقديري يعني يحتوي على ذكر الملفات الرئيسية في المنطقة، من مقاومة الإرهاب إلى الأمن الغذائي إلى الأزمة الليبية إلى الأزمة السودانية إلى ترحيب بعودة سوريا. ستتصدر هذا البيان بشكل أو بآخر، هذا ما نتوقعه، أن تكون قمة تصالحية، وأن نتمنى بعدها أن تبدأ يعني علاقات عربية صحيحة وجيدة قائمة على التفاهم وعدم التدخل السلبي في أمن شؤون الدول. شؤون الدول العربية بعضها البعض. لكن هل نتوقع يعني قرارات جديدة تنتظرها الشعوب العربية؟ أتمنى أن يكون هناك قرار خاص بالملف الفلسطيني واضح وقاطع برفض التطبيع المجاني الذي يشجع حكومات التطرف الموجودة في الكيان الإسرائيلي على أفعالها وعلى استفرادها بالشعب الفلسطيني. أتمنى أن يصدر قرارات تريح الشعوب العربية، ترضي الشعوب العربية وفي مقدمة الشعب الفلسطيني، أن تصدر قرارات مساندة حقيقية وليست مجرد يعني إيه شجب وإدانة إلى آخره كما نقول. وكذلك أتمنى طبعا في الملفات المنطقة الرئيسية الملتهبة أن تأخذ حقها من التحليل ومن الموقف وأيضا من المساندة. كل الشكر والتقدير لحضرتك على هذه القراءة للملف السياسي على أجندة القمة العربية، الدكتور رفعت سيد أحمد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا، شكرا جزيلا لحضرتك. ومشاهدينا بعد قليل نتابع معا المحور الثاني في هذه الحلقة من برنامج من القاهرة، وهو المحور الاقتصادي على أجندة القمة العربية. ما هي آفاق زيادة التعاون فيما بين الدول العربية من خلال هذه القمة العربية 32 في مدينة جدة؟ ما هي التحديات الاقتصادية التي تعيشها الدول العربية؟ وكيف للقادة العرب أن يعبروا عنها أمام شعوبهم بقرارات جديدة تستهدف تفعيل إطلاق السوق العربية المشتركة التي كانت دائما وما زالت حلما لكل الدول العربية بحيث يتأكد من خلالها الترابط العربي؟ أسئلة عديدة نناقشها في وقفتنا الحوارية التالية، ابقوا معنا.